مرحبا بكم في قناتنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في قناتنا ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو غادي نكتشفوا سرقة من نوع خاص. واش عمركم شفتوا طموبيل صغيرة هز بقرة في المالا؟ وفي العيد الكبير يا عباد الله حاولي كتضارب معاه تطلعوا التريبورتور ما كيبغيش يطلع لك. هاد الناس ثلاثة هاد الأشخاص شفارة من نوع خاص. هاد المالا هادي اللي كتبان لكم صغيرة هنايا غادين يدخلوا لها هاد البقرة هادي. راه السارقة كلاس، سارقة كلاس. بنادم جايب طوموبيل نقية غيسرق بقرة. مسكين الكلب جا شاف القضية حامضة علق وشريها عمو شريها. هاد البقرة التانية مسكينة هاد البيضة ضربوا عليها، ما تشوف القضية حامضة غتنوض. هاهي نط مسكينة، هاهوما هاد مسخت الوالدين دفعوا البقرة دخلوها المالا. كما قلت لكم اخوتي هاد السرقة وقعت في الجارة الشرقية في الجزائر، ومن هاد المنبر كنبغيو نوجهو تحية اخويا الاخوان في الجزائر. تفرجوا وشوفوا شنو غادي يوقع لهم في الاخر. البقرة مسكين الثانية كتشوف في الفيلم ومشات لك بنتك عمتي. شوفوا هاد مسخوت الوالدين دابا شنو غادي يوقع لهم. والأورانج غادي يصوب لهم الشغل، غادي يسد المالا، الاخرين غادي يحسب لهم واش معاه واش داخل معاهم الطوموبيل، غادي يعلقوا غادي يخليوه. سير على الله ضرب لي على مول اورانج الطوموبيل غتعلق وغتخليه. سير على بركه الله مول اورانج بقى